بس حاجة يا شيخ. زي ما انتوا عارفين شيخ الأزهر توفى امبارح. خيار الشيخ الجديد قضية الأمن الوطني بالدرجة الأولى. الرئاسة عايزة البلاوي. خلوهم يختاروه. أنا اتكشفت. بس أنت خليني أخلعه. شوف لي ملاك جديد، ويفضل يكون طالب جديد لسه بشوكه. آدم هو نموذج للطالب المثالي. مالكش قرايب هنا في مصر؟ لا، محتاجينك تساعدنا. احنا بنعتقد ان الاخوان اخترقوا الازهر. صلي وتشوف لي كمان مين تاني بيصلي. احفظ لي اشكالهم، اعرف اسمائهم. آدم، ايه العك اللي حطيت نفسك فيها دي؟ اشتغل لحساب مين؟ عندي شوية معلومات تهم فضلك. سمعة الازهر كله هتتمرمغ في التراب. عارف ايه حكم المرتد؟ الاعدام.